كذا، فئه ثانيه لكذا، فئه اولى. لا طبعا لا فلوس لازم يبقى في سقف وفي فئات طبعا. لا لازم. اغلى لاعب في مصر بكام؟ يعني 10 مليون مثلا اغلى واحد. متهيألي ده اعلى، اعلى المفروض يبقى اعلى حد، لانه ما هو في الاخر برضه زي ما بيقول كابتن. اعلى محترف بكام؟ لا يعني المحترف ممكن هتبقى يعني هيزيد شويه، ممكن يوصل ل 15 مثلا. انما في الاخر ما هو، ما هو في الاخر برضو انت زي ما قال كابتن وليد هتجيب ايه في المقابل. يعني في المقابل انت هتجيب، هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي البطوله دي، او انت هتجيب فلوس، او انا هجيب فلوسك تاني اللي انا اديتها لك دي منين؟ في حاجات كتير لازم احطها في دماغي، فلازم يبقى في سقف للتعاقد. وفي نفس الوقت هنا في مصر بتعمل مشكله ان لعيب بياخد مثلا مليون بيلعب جنب لعيب بياخد 10 مليون، فهنا في مصر بتعمل مشكله. بره ما فيش الكلام ده، بره كل واحد على حسب هو سعره كذا. وممكن نكون بنلعب في نفس المكان في نفس الفرقه واحنا الاثنين اساسيين، بس ده بياخد مليون وانا باخد 10، ده طبيعي بره. انما هنا في مصر لا، يقول لك اشمعنى. بس فعشان كده لا، لازم يبقى في فئات ولازم يبقى في سقف. لو انت في نادي الزمالك تدي فرجاني كام؟ يعني هم ال 15 مليون. 15 مليون. اه نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقية فلوس اللعيبة بعد الفاصل.